الحمد لله رب العالمين، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد، علمنا الخير كل الخير، طه رسول الله أكرم خلقه، يا من بوجهك كل كرب ينجلي، إن الوجود وما حوى من بهجة بسوى صلاة محمد لم يحل لي. وبعد، أيها الجمع الطيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع برنامجنا على منصة مدارس خضير الخاصة قصة وعبرة. معنا قصة في هذا اليوم، هذه القصة كانت مع رجل قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أريد أن يكون المجال مجالي، وإنما حل علينا ضيفا ألا هو فضيلة الشيخ زغلول عبد ربه، فلنستمع معه إلى قصة اليوم لنأخذ منها الدروس والعبر، وما واجبنا أن نفعل خلال ما تبقى من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، الذي هو سوق للخيرات، والذي كما تعلمنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: وأروا الله من أنفسكم خيرا فليتفضل مشكورا. تفضل مولانا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي استجاب لدعاءنا وبلغنا شهر رمضان، الحمد لله الذي أنعم علينا بهذه الأيام لنتلو كتابه الكريم ونزداد فيه من الطاعات ونبتعد فيه عن الآثام، الحمد لله الذي من علينا بهذه الأيام وكنا من عداد الذين يتبوؤون فيها تلاوة كتابه الكريم والعمل الصالح والصوم بالنهار والقيام بالليل. وقد انقضى من هذا الشهر الكريم الذي نتمنى أن يدوم طول العام، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في رمضان لتمنيتم أن تكون السنة كلها رمضان، من فضل وقراءة للقرآن وتخلية وتحلية، فبقدر ما تتحلى فهذه الأيام الجميلة. وقد انقضى من هذا الشهر العظيم 10 أيام، الأول منه، فما كان علينا إلا أن نطلب منا جميعا بعضنا البعض أن نستلهم من هذا الشهر أبواب التوبة، وكيف نتوب وكيف يتوب الله علينا. فهناك قصة جميلة أرويها عليكم كي نتعلم منها أن التوبة ليست كلاما، ولكن التوبة إخلاص، إخلاص في العمل وإخلاص في النية. فالرجل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل 99 نفسا وذهب إلى عابد ليسأله هل لي من توبة، فقال له: أغرب عن وجهي حتى لا تنزل علينا صاعقة من السماء. فقال: أليس لي توبة؟ قال: ليس لك توبة. فقال: والله لو أكمل بك 100 ما دام ليس لي توبة. فبعد أن أكمل به 100 ذهب إلى عالم، وأقول عالم لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العليم: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فالتوبة التي أمره بها العالم أن يحكم النية وأن يتوجه إلى الله أن يقبل توبته، وأن يبتعد عن المكان الذي يعمل فيه السيئات، وأن يترك الصحبة التي تقويه على هذه الأفعال. كل هذه النقاط لابد أن نفعلها حتى نخرج من شهر رمضان
بالطاعة السليمة وبالإخلاص الذي نود أن يكون في سائر أعمالنا حتى يخرج منا شهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجهه الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فقال له: وما أفعل أيها العالم؟ قال: اترك المكان الذي تعودت فيه الذنوب، واترك صحبة الذنوب، وانوي بقلبك وإخلاص أن تذهب إلى مكان يعينك الله فيه على التوبة الخالصة. فخرج مسرعا من البلدة الذي كان يعيش فيها إلى بلدة أخرى، ناويا من الله أن يشرح صدره، ناويا أن يتوب الله عليه، ناويا أن يتقرب إلى الله ويبتعد عن كل ما فعله. وهذا هو حالنا حين يأتي علينا رمضان، لا بد أن نكون على استعداد أن نغير من أحوالنا، أن نغير من عاداتنا، أن نرحل من المكان الذي نقوم فيه بالذنوب حتى لا يشهد علينا، إلى مكان نخلص العبادة فيه لله سبحانه وتعالى حتى يكون شاهدا لنا لا علينا. حتى قال القرآن في كتابه: ونكتب ما قدموا وآثارهم، فكل مكان تفعل فيه خيرا يشهد لك، وكل مكان تفعل فيه خطيئة تشهد عليك، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضعان يبكيان الإنسان يوم موته، موضع سجوده وموضع صعود عمله. وقال القرآن الكريم في سورة الدخان: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إذن السماء تبكي والأرض تبكي على الطائع الذي وضع جبهته على الأرض ليقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ولم يقل: أنا ربكم الأعلى. فإذا كان القول على أنا ربكم الأعلى ما عرفنا، فما بالك بجزاء من يضع جبهته على التراب ويقول: سبحان ربي الأعلى. فإذا من انتقل إلى رحمة الله بكاه هذا المكان وندم على فراقه لا لموته، لأن كل الكنائس تعرف أن الموت حق، ولكن لانقطاع تسبيحه لله بقوله: سبحان ربي الأعلى. وأما مكان صعود عمله إلى السماء، فيصعد العمل الملك كل يوم بعمل فلان، يقول: عمل من؟ يقول: عمل فلان، عمل فلان. فإذا ما انتقل هذا الشخص إلى ربه الكريم حزنت عليه ما حزن عليه مكان صعود عمله في السماء، فبكاه لا لموته ولكن لانقطاع عمله إلى الله سبحانه وتعالى. فخرج الرجل سائرا تائبا مخلصا مجددا النية. وقد قال العلماء: بقدر الاستعداد يأتي الإمداد. فكان مستعدا للتوبة، ولكن أتاه الله سبحانه وتعالى بالمدد الكبير، إلا أن ساعة الأجل حانت وهو على الطريق، فنزل ملائكة العذاب وملائكة الرحمة يتقاسمون في من يأخذه. أيأخذه ملائكة العذاب لأن كل حياته قتل وتشريد وذنوب، أم يأخذه ملائكة الرحمة لأنه خرج من بلدته ومن مكانه ومن موطنه ناويا لله توبة خالصة؟ فأتاهم رجل على هيئة ملك، فقال لهم: نقيس المسافة بين البلدة الذي خرج منها والبلدة الذي كان ذاهبا إليها، فإذا كانت المسافة من البلدة الذي خرج منها أكبر من المسافة التي من إلى البلدة التي سيذهب إليها تأخذه ملائكة العذاب. أما إذا كانت مسافة البلدة التي ذهب إليها ليتوب هي أقرب فتأخذه ملائكة الرحمة. فأوحى الله إلى الأرض أن انطوي، فانطوت. بقدر الاستعداد يأتي الإمداد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا من كلمتين: الندم توبة.
فكلما ندمت كتبت لك توبة، وكلما تأسفت على عمل الماضي فتح الله لك بابا إلى الأمل وبابا إلى العمل. إخواني وأحبابي وكل من يراني، أدعوكم وإياي أن نستلهم من رمضان وأن نستلهم من هذه القصة القصيرة أن باب التوبة مفتوح وليس عليه بواب. فإذا ما قلت يا رب قال عبدي لبيك، فإذا ما قلت يا تواب قال لك فتحنا لك الأبواب. فاتعظوا واقبلوا حتى لا ينتهي علينا هذا الشهر من غير أن نتوب ونخرج منه بتوبة كاملة، حتى يعيننا الله على إتمام الشهر وإتمام العام وإتمام الأجل ونحن على خير ما يطلبه الله منا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا فضيلة الشيخ زغلول. نعم حقا التوبة هي تجديد دائم للحياة، عندما تريد أن تجدد حياتك تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قيل ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي، فتب مما جنيت وأنت حي وقم متيقظا قبل الرقاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ نختم حلقتنا اليوم أولا بشكر فضيلة الشيخ زغلول على هذه القصة الجميلة التي بها من الدروس والعبر ما بها وما فيها من الخيرات ما فيها. ونختم أيضا بسؤال حلقة اليوم. سؤال حلقة اليوم من ضمن مضمون الحلقة: اذكر حديثا عن التوبة. اذكر حديثا شريفا عن التوبة، تجيب لنا حديث كده بيتكلم عن التوبة وتكتبه لنا ضمن الأسئلة اللي هترسلها للمدرسة. ندعو الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة، ولا يجعل اللهم فينا ولا من بيننا ولا من يسمعنا شقيا ولا محروما، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. وندعو الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والغلاء والوباء، وأن يشفي مرضانا ومرضى العالمين، ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين. طبتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.